أنت مشيحية؟ من معك يا مروى؟ أنا أخو يحيى صخر. وين يحيى؟ ليش فلت مع الجيش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا، حيا بيحيى. حيا، كيف انت يا عم جابر؟ بخير بوجودك وطلتك علي يا ولدي. الله يحفظك. سلم يا مروان. حياك يا عم جابر. مرحبا. حياك. الله يسلمك. حيا، بارك الله فيك. اديت لك غدا يا عم جابر، قم تغدى. الله يحفظك. بسم الله. الله يطعمك من خير الدنيا والآخرة. آمين. هلك ما بدي أقوله، متخيل لك مني ما بين أشوفش، لكن أحس. الله يحفظك يا عم جابر، أنت بتشوف أحسن مننا، البصيرة قلبت البصر. لا قل لي يا ولدي، كيف أختك؟ الحمد لله والشكر. شكلك مهموم يا ولدي. اسمع يا ولدي، لو واحد يجلس يفكر في الهم ما يجي له إلا الهم والغم. بصير حالتي أنا يا ولدي، دخلت نفسي في هم لو ما لف بي من كل الجهات، ما عاد قدرت أخرج. أنا محتاج دعاك يا عم جابر، هم قد زاد علي ولف بي من كل بقعة، والله ما عاد دريت منين أبدأ. لك تاني يا ولدي، ما لك؟ ما به؟ أو يحيى تبرع لأخته وحصل بالشي؟ لا تقلقوني أكثر، كلموني. لا لا، يحيى ما تبرعش، أنا اللي تبرعت الريحانة. يحيى انقتل، مات غدر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعجل بزوال من عجل بموتك يا يحيى. يحيى كان فارح بك وكان مهموم، مش قادر منين يبدأ. كان يشتي يجمعك بأمه وخواته تلتمه، وكان يشتي كمل الذي قد كان ناصر بادئ يسويه، يجمع ويسدد بين القريتين. الله يرحمه، شكلها الخير ما بيدوم، وما هو بس سهل الشر يتقلب.